هتقول ايه لمامتك في عيد الام؟ ربنا يخليها لي ويطول لي في عمرها، وكل سنه وانت طيب، كل سنه وهي طيبه وربنا يشفيها يا رب ويديمها في حياتها. كل سنه وهي طيبه. كل سنه وانت طيبه اعز الحبايب. كل سنه وانت طيبه. الام ديت مدرسه، وام دي هي القلب الحنون، والام ديت الصحبه الحلوه، وهي كل حاجه في الدنيا. كل سنه وانت طيبه يا ام، الام والمسلمين جميعا، امهاتنا جميعا. كل سنه وانت طيبه. و بس هجيب لها هديه؟ لسه ما لسه وبكره. تقول ايه لمامتك في عيد الام؟ والله مهما نقول الواحد مش عارف يقول لامي الصراحه. الواحد ام الواحد مهما الواحد يعمل مع امه مش هيوفي لها يوم اللي هي تعبت فيه. ان شاء الله هجيب لها هديه حلوه. كل سنه وهي طيبه. طبعا اكيد. لا صراحه لسه ما فكرتش. لا ربنا يخليك ليا وما يحرمني منك ويديمك عليا يا رب، ويخليك ليا في كل الاوقات، وانا ما اقدرش اتحرم منك ابدا لان هي كل حاجه في حياتي. لا لسه. ان شاء الله. اقول لها كل سنه وانت طيبه، ويا رب يخليك ليا طول العمر، وان شاء الله اجيب لها هديه يعني في عيد الام ان شاء الله. يعني لسه والله اشوف يعني، بس ان شاء الله هجيب لها هديه. يعني كل سنه بجيب لها هديه ان شاء الله. كل سنه وكل ام طيبه بمناسبه عيد الام، ويا ريت ما نخليش يعني الام يوم واحد، تبقى كل الايام. لا الحمد لله جبنا خلاص. انت اغلى حاجه عندي في الدنيا يا اما. تحب تقول لها ايه؟ كل سنه وانت طيبه يا احلى ست في الدنيا. لا مامتي الله يرحمها. كنت بتجيب لها هديه؟ اه. انت بتحبها؟ اكيد. كل سنه وانت طيبه، ويا رب تكون بالصحه وبخير وبالسلام. هتجيب لها هديه في عيد الام؟ ايوه يا باشا جبت لها. جبت لها جلابيه. كل سنه وحضرتك طيبه. وانت طيبه يا حبيبتي. ايه العسل ده كله؟ ازيك يا حبيبتي؟ ولادك بيجيبوا لك هديه؟ ايوه يا حبيبتي، ده بيجيبوا لي كل حاجه حلوه، ربنا يخليهم يا رب. بيجيبوا لي كل حاجه حلوه، ربنا يخليهم. طب ولادي واخواتي وبنتي كلهم بيجيبوا لي حاجات، وبنت اخويا بتجيب لي، كلهم بيجيبوا لي حاجات حلوه قوي. الحاجه زمان بقى كنت بجيب لها. طيب كنت بجيب لها ايه؟ كنت بجيب لها ريحه، شرابات، مناديل كده يعني زمان. كل سنه وكل ام في مصر طيبه يا عم. هتجيب لها هديه ولا حاجه؟ طبعا. تجيب لها ايه؟ دي هديه بيني وبينها يعني، مش هديتها. لا يا عم تقول مش هنفضحك. لا هديه بيني وبينها. هجيب لها احلى حاجه في الدنيا على بعضها. هتخلي ولادك يجيبوا هديه لمامتهم؟ ان شاء الله، امر الله. هتجيب لها هديه؟ ان شاء الله.